تقريبا هناك 53% من الشباب تعطوا المخدرات لأول مرة في السن بين 16 و20 سنة. 66.9% يقولوا أنهم تحصلوا عليها معناها من الرفاق، وعادة من اللي يسكنوا في الحي. قرابة 57% أقل من 35 سنة. وبلغة الأرقام أيضا، تؤكد الدراسات المنجزة أن أكثر من 9% من التلاميذ قاموا بتعاطي مواد مخدرة، وأن أعمار 77% منهم تتراوح بين 16 و 18 عاما. فكيف تتعامل وزارة التربية مع آفة تنخر مؤسساتها وتهدد مستقبل أبنائها؟ احنا بالتعاون مع وزارة الداخلية حاولنا باش نخلقوا على الأقل دوريات وإحاطة كاملة على مستوى المؤسسات التربوية اللي هي نعتبرها احنا نقاط سوداء. التحسين يكون أولا عبر التحسيس في البرامج، وإحنا نحبوا في برامجنا تولي فما إمكانية متاع أنه التلامذة تعرف من لول شنية مخاطر المخدرات. احنا دخلنا المهارات الحياتية بالنسبة للتعليم خاصة في الابتدائي، باش التلميذ من لول يولي يفرق ما بين الغث والسمين. وقد تعدت ظاهرة الإدمان على المخدرات في تونس مرحلة التقييم والتشخيص، ليركز الاهتمام في الوقت الراهن على وضع الاستراتيجيات الوطنية ذات البعد الوقائي في شراكة ضرورية بين مختلف الأطراف المعنية بمسارات التنشئة الاجتماعية. فضاءات خاصة بالأسرة في مختلف المناطق، وركزنا خاصة على المناطق الحدودية اللي فيها أكثر مخاطر، باش نتعديو لمرحلة أخرى أن باش نوريه ونعلمه الأباء والأم كيفاش يتعرف من خلال الحركات، من خلال الوجه، من خلال الريحة اللي يشمها عند الأطفال على المخدرات. عامل اليوم مع شباب مش تعامل تاع قبل، مش تعامل تاع 10 سنين تالي، تعامل اليوم تاع شباب الكمبيوتر، شباب الثورة الرقمية، وشباب يزموا نعطيه خطاب يقنع. هذا هو القوة، ونحن دينا الأسامي ثابت اللي عندنا فيه عديد الجوانب اللي نجم نستغلوها فيه. خطط واستراتيجيات قد لا تكفي إذا ما كان الوعي داخل الأسرة بخطر اتساع دائرة الإدمان لدى المراهقين مفقودا. أدوار العائلة آخذة في التراجع لصالح جماعات الأقران ولا جماعات الأنداد، ومن بين طقوس العبور حتى يتم قبول الشاب داخل الجماعات هذه هو المرور يعني بتجربة تعاطي المادة المخدرة.